عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا نهائي كأس السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة. تشافي، هل تحرز اول اهداف قبل الدقيقة العاشرة؟ مباراة من اقوى الكلاسيكيات في العالم، كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة. باذن الله مباراة ستكون جميلة لانها على ارض وطننا الغالي، على ارض المملكة العربية السعودية، هو الذي سوف يزيد من جمال هذا الكلاسيكو. ونشكر صاحب الرؤية سيدي الامير محمد بن سلمان الملهم، اللي بعد الله سبحانه وتعالى السعودية العظمى لا وجود لكلمة المستحيل، ترى وتستمتع بكل شيء في المملكة العربية السعودية. لايكاتكم واشتراكاتكم، نبغى نوصل هذا المقطع ل20,000 لايك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. الله على الاسس، ما شاء الله، حيضيعها زي المرة اللي فاتت، حيضيعها. اوه سي، لا لا، صاحب الرقم 7 في ريال مدريد فينيسيوس. يا الله، لا تقول اوفسايد، لا تقول اوفسايد، ولا ما في اوفسايد، والله بلينغهام. الله يا بلينغهام، يا الاسيست، هدف بلينغهام. الله يسحبه يا فينيسيوس، الله يسحبه. المباراة اللي فاتت ضيعت كثير، لكن المباراة هذه من امام غريمهم التقليدي قال ما حضيع ولا فرصة، كل فرصي اهداف. الله على المباراة هذه، من الدقيقة 6 هدف. يا الله يا الله، المباراة يا الله يا المتعة. لا لا لا، مو معقول الثاني. يا ناني، اثنين جنبك يا ناني. الله يهديك يا رودريجو. لا، مو معقول. هو مو معقول، كنت ارجع الجوال. فينيسيوس المباراة اللي فاتت ضيع اهداف كثير. فينيسيوس من دقيقة 9 يحرز هدفين. ايش هذا الدفاع الشربة؟ ايش الاختراقات؟ ايش هذا الدفاع السيء من برشلونة؟ لا اله الا الله، يا الله، كرفخال. اوه يا الاسيست كرفخال، واوه يا العرضية رودريجو. الله العرضية، هذا راح وكمل مع كورة. مدريد غير، مدريد في مباراة من امام اتلتيكو مدريد كان في ندية بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، لكن انا اسف، مع كامل احترام والحب لبرشلونة، هذه مباراة ريال مدريد، هذه بطولة ريال مدريد، هذه هيبة ريال مدريد. يا الله، انت تسوي كذا وانا اسوي كذا، هذه البطولة بعد فضل الله يا فينيسيوس، انها جميلة ومثيرة لانها على ارض وطننا الغالي. سجلها عندك يا فينيسيوس. برشلونة هل يعود؟ برشلونة ما حيعود، ما اتوقع. يا ابوي انت ما بقيت اكتفالية، ما سويتها، سوى سي وسوى مايكل جوردن وسوى ايش باقي؟ رودريجو عشان نكون فايزين تشبه كبري. ها منك يا رودريجو. يلا يا برشلونة، يلا برشلونة، نبغى هدف عشان نزيد حماس المباراة. اتمنى ريال مدريد يفوز 15-0. انا اسف جديد برشلونة، حاولت اشجعكم مو راضي تمشي. طب عبد الله، انت بكل امانه مدريدي ولا برشلوني؟ صراحه ما كان يفرق معايا يفوز ريال مدريد او برشلونه. طب انت تشجع مين يا عبد الله؟ انا حاعترف، انا يوم من الايام كنت مشجع ريال مدريد. ليش؟ عشان الأسطورة زين الدين زيدان، ويوم من الأيام كنت مشجع لبرشلونة عشان الأسطورة رونالدينو. أنا صراحة كذا وكذا، وبعد رونالدينو صح ميسي، كنت محب لميسي، بس الآن 50-50، فما يفرق معي، اللي يفوز أبارك له. الحب الأول والأخير دائما مين؟ الاتحاد، حب الطفولة وحب المراهقة وحب كل شيء، الاتحاد. ما شاء الله بلينغهام، ما شاء الله اللمسات. ايوه افرح وشجع وحمس من حقك فينيسيوس، مسجل هدفين المباراة الوحيدة. انت فينيسيوس
فاول ايش اعطيه فاول مساكين خسرانين 2-0 اعطيه فاول اللعب شكله حيقلب ضرب اللعب شكله حيقلب دبليو دبليو اي ولا تفجير قندقان فجر قندقان ايش قاعد تسوي ايوه ليفاندوفسكي يا الله الهدف يا الله الهدف يا الله يا جنون الكلاسيكو والله يا اخوان ما توقعت هذا الصراحه لانه ما شاء الله تماسك وتلاحم دفاع ريال مدريد كان مره قوي لكن صاروخ ليفاندوفسكي يا شو لعيبه ريال مدريد مقفلين على الباب تكفيل تام ما شاء الله رغم هذا التكفيل الا الصاروخ من ليفاندوفسكي كنت اتوقع ان ريال مدريد حيفوز يعني براحه لكن برشلونه لن يستسلم ولم يستسلم ها بلنتي ايش فيه انا ما شفت شيء في يده ولا سحبه ولا دفه ولا ايش فيه حكم واعطاه كارت كمان فينيسيوس لا تفل هدفين تو بلنتي لا لا حبيبي لا تحسب له بلنتي هذا مره زودها خلاص سجلت هدفين تو بلنتي كمان انا نشوف لو لي بلنتي يمشي بحقه ايش فيه والله والله روح ايش السحبه ذي يا حكم مشيها هذول خسرانين مشيلهم مشيها يا حكم مشيها لا تحسبها خسرانين كمان فينيسيوس اللي بيسدد عشان فينيسيوس بيجيب الهاتريك والله فينيسيوس انت مره زودتها يا اخوان فينيسيوس لو سجل الهدف انا اتوقع المباراه ذي حتكون من افضل المباريات في حياته الدقيقه 37 كاس السوبر الاسباني مسجل 3 أهداف هاتريك على برشلونة مو معقول هاتريك في 38 دقيقة مو معقول هاتريك في نهائي يا اخوان انا سوى كل احتماليات سوى سي وسوى كذا ورقص وايش كمان ما بقى شيء ما سواه ما شاء الله لا قوة الا بالله فينيسيوس ما شاء الله يا برازيلي والله نهائي يا الله يا اخوان 4 أهداف ايش الشوت المجنون هذا ايش النهائي المجنون هذا يا اخوان يا الله من اجمل الاشواط من اجمل المباريات اتوقع اللي في تاريخ فينيسيوس هذه المباراة الله الله على جماهير ريال مدريد الحاضرة في المملكة العربية السعودية الله تشابي معليش يا تشابي هارد لك يا تشابي هارد لك هل تتوقع عبد الله برشلونة يقلبها والله شوف انا قلت كذا على طول حط الكاميرا على رئيس ريال مدريد والله ما اتوقع الصراحه بهذا الاداء المغاير لريال مدريد اللي شفناه في مباراه اتلتيكو مدريد اتوقع ريال مدريد من الشوط الاول هو بطل هذه البطوله مو معقول السوء اللي في دفاع برشلونه مو معقول انه فينيسيوس واقف ما حد ماسكه او ما حد منتبه انه اصلا في واحد لاعب وراهم دفاع برشلونه اليوم كميه السوء مو طبيعي يلا 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 بالقهام ما حد فهمه هذا اللاعب الان الشاب بعقليه زيدان الخبره والله بالقهام ما شاء الله لا قوه الا بالله على صغر عمره على ما شاء الله الخبره والثقة اللي يملكها هذا اللاعب ما شاء الله لا قوة إلا بالله ها أحمر هذا المين الأمر لم يقتصر على ذلك بل حتى يبي هذا أصلا مين هذا مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني 16 مواجهة 9 مرات انتصر ريال مدريد ومرتين تعادلوا و5 مرات انتصر برشلونة يعني حتى لو فاز برشلونة هناك فارق كبير لريال مدريد بس أتوقع ريال مدريد حيوصل الانتصار العاشر اتوقع مع العلم انه اكثر فريق حقق بطولة السوبر الاسباني هو فريق برشلونة ب14 مرة بعده في المركز الثاني ريال مدريد ب12 مرة فوز ريال مدريد اليوم بالنهاية حيكون يعني البطولة 13 للسوبر الاسباني ويظل اكثر فريق حققها هو برشلونة ب14 مرة غندوغان ترى هذه اخر زاوية واخر هجمة في الشوط الاول فحاول تجيبوا هدف عشان تقلصوا الفارق عشان تدخلوا الشوط الثاني بريحية اكبر يلا بسم الله يلا برشلونه فجر الله اكبر الله اكبر كان هدف حيكون نفس هدف ليفاندوفسكي وانهى الحكم الشوط الاول
يا الله يا بدري يا الله يا بدري. اوه هذا رجعت هدف. طبعا عبد الله انت ريال مدريد وبرشلونه يفوز حد، انا بحماس، انا يهمني الحماس، مين يفوز الله يبارك له، بس نبغى الحماس. لايكاتكم واشتراكاتكم الى نبدا الشوط الثاني. مرتده مرتده وفينيسيوس مرتده سوبر هاتريك. ها ها مشي يا ناني، يبغى سوبر هاتريك، طمعان في نتيجة تاريخية لسجلاته الشخصية في هذا النهائي من أمام برشلونة. والله لو يسويها اليوم، لسه باقي 40 دقيقة على انتهاء الوقت الأصلي، والله لو يسويها أتوقع تكون أقوى مباراة لي في حياته كلها. أيوة أيوة، إيش كلام صديق؟ ايش كلام صديق؟ عرضية فالفيردي من اليمين لليسار لفينيسيوس توقعت هدف، بعدين صراحة هدف لأنه نوم ناولة قطعت بايخة. ايش الهدف ذا؟ مع كامل الاحترام والحب لبرشلونة، ايش هذا؟ ما هذا السوء في دفاع برشلونة؟ ما هذا السوء في دفاع برشلونة؟ شوف فالفيردي من اليمين لليسار، فينيسيوس يستلم وهو مرتاح ويناول، وكوندي يعطيها رودريجو يقول له تفضل 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 تفضل. الله عليك كوندي، كوندي لاعب برشلونة لكن ساهم في هدف على برشلونة. الله صراحة أي مدريدي ما كان يتوقع فوز بهذه السهولة. شافي يعني هذا كلاسيكو، شافي يعني ما في احترام للكلاسيكو. ريال مدريد كذا يسطركم وياخذ البطولة. مباراة أتلتيكو مدريد كان فيها شوية ندية وحماس، إيش هذا؟ أنا توقعت المباراة فيها ندية أكثر وضرب أكثر وكروت أكثر، ايش هذا؟ ريال مدريد قاعد يهاجم، ريال مدريد فاز على اتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3. هل يبغى يجيب 5 اهداف على برشلونة؟ اللي حيكتب في التعليقات عبدالله 5 تذكرك بشيء حاطيك بلوك، حبلكك لا تكتب كذا عشان لا ازعل منك وتزعل مني. كرت احمر لمين؟ والله ما انتبهت عينك كانت في الجوال، معليش. ايش فيه؟ اراوخو اخذ كرت احمر ليش؟ معليش والله ما انتبهت كانت عينك في الجوال. سلامات يا راحو كابتن الفريق وكيف تسوي؟ الله يصلحك انت الكابتن، المفروض تكون هادي. بعد المشاكل، بعد مشاكل الكلاسيكو. الله فينيسيوس ايوه معها ضحكه، عارفها عارف الحركه دي، عارف فينيسيوس. هذا ذكرني بواحد لاعب اتوقع انت عارفين مين. الله اكبر الله اكبر، هذه لو كملت من القهامة ترجع تسوي. والله كملها تكفى كملها، حرام حرام تضيع. يا الله يا اخوان انا 50-50 كنت بالفريقين اللي فوز حبارك له، لكن والله الهجمة حلوة. والله شوف 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 سحبة ابراهيم، شوف السحبة كيف، وبدي يونغ الكابتن. يا الله لو بالقهامة فجرها، ايش بك كذا؟ ايش بك هديت؟ يا الله وهذا تفجير فالفيردي، بس مهره بعيده فالفيردي. الله يهديك ويصلحك. ايوه هذا فين كان الحارس اللي اسمه لونين؟ ما ادري لونين ما ادري ايش اسمه ذا. المباراه اللي فاتت كنت حاطين كيبا، وكيبا نكبكم، هذا فين كنت مخبين ذا يا رمزيت؟ ليفاندوفسكي فين؟ برشلونه يا ميسي فين؟ ايام تشافي ونيستا فين؟ ايام برشلونه كان يعطي ريال مدريد بالخمسه والاربعه. سامع 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 الصافرات هذه، ترى كلها لك، لا تسوي وضعية انه ما انت عارف، لا لا كلها لك. والان احنا فرحانين وانت مغادر ارضية الملعب، توكل على الله، خلي الرجال يقعدوا في الملعب. خروج فينيسيوس، شوف خروج فينيسيوس الرجال في تحية، لكن خروج توني كروس اللي ما بتكلم ما في اي تحية، في صافرات استهجان عليك. عجبك عجبك، ما عجبك مو لازم يعجبك. الله سامعين المدرجات قاعدين يقول لوكا مودريتش. صراحة هذا اللاعب من أكثر اللاعبين اللي أستمتع بمشاهدته، أحس هذا اللاعب أنا ما قلت ما شاء الله، لا بالله قلت ما شاء الله، ما قلت أكون معه ما حسد ما شاء الله عليه، لاعب يعني ممتاز، لاعب مميز. إبراهيم لا 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 يا جماعة خير، يا جماعة خير، احنا كل شيء نحك بينكم.
شو الدوري السعودي كيف الرقي اللي فيه؟ ايش دحين نقول عليكم؟ دحين جبناكم عشان نتفرج على مضارباتكم ولا جبناكم عشان نستمتع؟ الله يهديهم، الله يهديهم الفرق الاسبانيه، الله يهديهم. ابغى يتعلموا من ايام رضا توكر سام ولد. الحمد لله الدوري السعودي، وبالذات احب اوصل معلومه عن النادي الاسبانيه نادي الاتحاد، ايام رضا توكر سام ولد مستوى في الرقي كان عندنا في اللعب، لكن الله يهديهم، الله يهديهم. بس هذا اللي اقول، الله يهديهم. تشافي ايش هذا يا تشافي؟ ايام كنت لاعب كنت تفوز على ريال مدريد، فين ايام عزكم يا تشافي انت وميسي ونيستا؟ الله الله، امبراش الكرفخال ذكرتني بايام راموس مع ريال مدريد. اه راموس ايام ريال مدريد اسد في الملعب، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يهو ايش السوء البرشلونة، ايش هذا السوء؟ يعني صراحة ما توقعت انه مدريد يفوز بهذه السهولة، ما توقعت انه مدريد يكون مستحوذ ويلعب بكيفه في الملعب بهذه السهولة. غريب 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 مستوى برشلونة هذه المباراة. ها ولا دقيقة وقت بالضايع، ولا دقيقة الدقيقة 90 الحكم انهى. ها عرف الحكم حزن على برشلونة ما بيحط وقت بالضايع. يا اخي حكم رحيم، يا اخي حكم الله يكثر من امثالك يا شيخ. المبروك لريال مدريد ومشجعي ومحبي ريال مدريد الفوز وكأس السوبر الإسباني، وهارد لك لبرشلونة ولكل محبي ومشجعي، فوز مستحق لريال مدريد. صراحة ما كنت أتوقع هذا الفوز السهل، وما كنت أتوقع هذا البرازيلي فينيسيوس أن يسجل هاتريك في هذه المباراة. هو ما سجل هاتريك في المباراة، هو سجل هاتريك في شوط واحد. ألف مبروك لريال مدريد هذه البطولة، وألف مبروك للأندية الإسبانية وجودها في المملكة العربية السعودية، ونورونا وشرفونا. لايكاتكم واشتراكاتكم، السلام عليكم.